يا هلا والله، مساء الخير من جديد ومن فعالية زفافي التي تنظمها غرفة جهزان. الليلة إن شاء الله راح نصور لكم وراح نغطي لكم من هذه المناسبة الجميلة والخفيفة. الفعالية فيها عدة بوتات مشاركة من عدة جهات، طبعا جهات خاصة وجهات أيضا حكومية مثل بنك التنمية، وهذه بعض المحلات المعروفة في منطقة جازان. إني موجودة في جازان اللي فيها بحر وجبل ذكرتني بلدي لبنان. عندكم أرض جميلة كثير. المقدمة من فعالية ليلة زفافي. يلا يلا عمي، عن الفائز مين؟ الفائز مداح مبشر عبد الله الشهري أو الشمري بدو مداح. فيروز ضيف الله الحربي موجودة. إياد ناصر راشد. هذا جزء بسيط في فعالية زفافي الليلة. غدا أيضا في فعاليات، وبعد الغد في فعاليات. نلقاكم إن شاء الله غدا في نفس المكان. إياكم سعيدة بأمان الله.